بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله الطلاب الأعزاء. وبعد، لدينا مشروع ألا وهو الريسبشن أو يعني الحجز حق المطعم. طبعا هذا البروجكت بيكون على عدة مراحل أو الشرح حقه. طبعا فيه من الطلاب من يحتاج هذا البروجكت بي اتش بي، يعني دون تصميم كامل لل HTML وأشياء تجميلية، يعني حسب طلب الدكتور أو الذي طلب في هذه المادة. طبعا أنا سأضع لكم هذا رابط هذا الملف، تقوم بعد أن تحطه في ال HT Docs أو في WW، يعني المهم في مكان الملفات حق السيرفر الذي تستخدم في لابتوبك. طيب الآن تعمل استخراج هنا أو export here. بعد أن عملت استخراج بتحصل ملف بهذا الاسم restaurant.sql. طبعا هذه تعمل له فتح باستخدام المفكرة وتأخذ حاجة واحدة، أي شيء restaurant، تمام، تعمل لها كوبي و تأتي إلى المتصفح، يعني طبعا تدخل الإجزام وتحطها في ماي بي اتش بي ماي أدمن. طبعا تحطها هنا، أنا أحطها لأن عندي قواعد بيانات كثيرة، إذا أبعدتها يعني تظهر، فلا توضح لكم الفكرة. الآن أحط هذا الاسم وأتي. طبعا أنا عندي قمت بإنشائها، يا عدة البيانات هذه قمت بإنشائها، ايش اسوي؟ لاحظ اضغط هنا قاعدة بيانات، واتي واضغط هذا اسم قاعدة البيانات واعمل ايش؟ تكوين، لانها عندي ايش؟ ما قام شي بانشائها. بعد ذلك اقول له استيراد. طبعا ايش معنى استيراد؟ انه عندي قاعدة بيانات بجداول معينة بيقوم بارجاع، يعني بتضمين قاعدة البيانات هذه، تمام. طبعا ادخل انا الى ريست هذا المجلد الذي قمت بتنزيله، لاحظوا اتش دوكس. الان عندي ريست، تمام، وهذا هو الذي قلت لكم عنه، الذي قمنا بانشاء قاعدة بيانات بهذا الاسم. الآن أقول له أوبن، ومن ثم أقول له انطلق. لاحظ يقوم الآن بالتحميل. طبعا الذي لم يشترك في القناة يدعمنا باشتراكه ويعمل إعجاب، وأي سؤال أو استفسار يحطه في التعليقات. طبعا الآن عندي هذا هو الملف، لو لاحظ انه بقول له لوكال هوست شرطه، بعد ذلك اقول له ريست، تمام، ريست. طبعا اعطاني هذا الكلام. ناتي الان، يعني قبل ان نشرح، لاحظ عندك يوزر وعندك ادمن. طبعا هنا اليوزر يعني يعمل تسجيل الدخول، تمام. عندي أنا عدة جداول، اليوزر والميل أو نوع وجبة الطعام ووجبة الطعام والباسكت. طبعا الميل هذا مثلا سوف تحط وجبة الطعام غداء صبوح عشاء، بعد ذلك عندما تدخل المعلومات حق هذه الوجبة لازم تحدد إلى أي ميل تنتمي، تمام. وهذا الباسكت وهي السلة الذي يقوم المستخدم بإضافة الوجبة أو الوجبة الذي يريد إلى داخلها. طبعا هنا عندي ايش؟ الاي دي اف، ويعني الاي دي حق فود او الطعام الذي سوف يختاره المستخدم. طبعا عندي برايس انتيك، الكمية توتال،
الكمية. أنا عندي تايم، لو لاحظت الآن إلى هنا أقول له إنشاء حساب جديد. لحظة واحدة، أنا رست أقوم فتح open with الفيجوال. طبعا لحل مشكلة ظهور الأحرف بالعربية أقول له مي مي تا، لحظة واحدة، مي تا مي تا يو تي اف. نعم، الآن أقول له حط، أتي إلى هنا ريفرش. طبعا عندي الاسم، الهاتف، العنوان، الإيميل، كلمة السر. أقوم مثلا باختيار هذه المعلومات، الإيميل mm.ماذا.com، كلمة السر 123. الآن هذه المحافظة أقوم باختيار أي محافظة من هذه الجامعة. الآن أقول له حفظ. تمام، أحط الآن هنا الإيميل وهنا باسورد غير الذي أدخلت قبل. لاحظ خطأ في اسم المستخدم أو كلمة المرور. تمام، لاحظ الآن بقول له 123. لاحظ دخول، قام بالدخول إلى هذا المكان. الآن اليوزر أشمعي فيه، مرحبا بك، اختار نوع الوجبة. طبعا لازم في البداية أقوم بإضافة بيانات أنا، فعندي مجلد اسمه مانج. لاحظ معي، أقول له هنا لوكال هوست ريست، بعد ذلك شرطة مانج. طبعا أش قال لك؟ مانج ذا ميل، يعني جدول الميل وجدول ليش مانج ذا فود. تمام، فالآن قلنا مثلا هنا بقول له وجبة ايش؟ غداء. تمام، لاحظوا معي الآن بقول له سيف، قام بإضافة غداء. مثلا سأقول له هنا صبوح أو عشاء، عشاء. تمام، الآن أقول له سيف. لاحظ الآن مثلا أضيف أي شيء آخر، لاحظ أقوم مثلا بالتعديل، التعديل بقول له وجبات خفيفة، وجبات خفيفة. لو تلاحظوا الآن مانج ذا فود، مثلا هنا النيم بقول له أيش؟ النيم مثلا سأقول له لحم، البرايس هنا مثلا. تمام، الآن أحدد الميل، أحدد غداء، عشاء، صبوح، أيش مثلا تكون في الغداء. الآن أقول له أيش؟ سيف. الآن هذه البيانات أمامي. تمام، مثلا سأقول له عصي، مثلا ساندويتش. تمام، البرايس أحدد وجبة، وجبات خفيفة. مثلا بقول لها إيش؟ أرز. غداء مثلا أقول له دجاج، برايس غدا طبعا. تمام، مثلا ماذا نضيف؟ بيتزا. عشاء. تمام، لاحظوا الآن معي
لما أجي إلى هنا وأعمل ريفرش، عندي غداء عشاء وجبات خفيفة. لاحظ عندي هنا الغداء، لاحظ لحم أرز دجاج، طيب، لكن عندما أتي إلى العشاء بيتزا حسب ما أضفتها، تمام. الآن وجبات خفيفة، عندي ساندويتش السعر هكذا. الآن أول ما أضغط شراء، لاحظوا معي، نأتي أول شيء قبل هذا الكلام ونشرح الأكواد الذي عملناها. طبعا في المانج عندي أد فود، لاحظوا أد فود، طبعا الذي لم يشاهد دروس الإضافة والتعديل والحذف من دروس البي اتش بي يرجع ويتابعها من شان يفهم هذا الدرس. طبعا أنا لن أتعمق في الشرح، لماذا؟ لأنني شرحت هذه الدروس السابقة كاملة. لاحظ عندي هنا فورم، سأقوم بإدخال بيانات إلى داخله حتى أيش، حتى في الأد فود عندي آخذ بيانات من جدول آخر في قائمة من سدلة قمت بشرحها في فيديو، على يعني في فيديو خاص، تمام. هذا هو، لاحظوا معي، هذا هو القائمة المنسدلة، عندي سيلكت. طبعا أنا شرحت هذا في فيديو أو في درس من دروس البي اتش بي، سأحط لكم دروس أساسيات البي اتش بي في وصف الفيديو، لكن هذا هو قائمة المنسدلة. طبعا بعد أن تضيف المعلومات وتعمل أد، لاحظ معي على طول عندي ايش، هذا الكود اتصال بقاعدة بيانات، تمام. عندي كون احفظ، اقوم ماي اس كيو ال اي كونكشن كونكت، هنا اسم السيرفر، روت فارق، ومن ثم اسم قاعدة البيانات، واحفظ هذا اسم الاتصال فيش في متغير اسمه كون. الان اف از ست، في حال ان لاحظ معي الفورم عندي الاكشن فارق، سيتم الاكشن او الهدف في نفس الصفحه. عندي الميثود بوست، البوست هذا هو انتقال البيانات من الانبوت تايب تكست اسمه نيم، لاحظ اني استقبل بيانات ما تم ادخاله في الانبوت نيم عن طريق البوستيش نيم، لاحظ هذا نيم، استقبل ما تم ادخاله في هذا الانبوت عن طريق البوست. ايضا هنا عندي بوتن النيم حقه اد وهو داخل الفورم، طبعا اول ما ضغطت البوست هذا از ست، يعني تفعل او اصبح في داخله قيمه، نفذ لي ما بداخل هذا الاز ست، تمام. طبعا استقبلت النيم البرايس ميل، بعدها قمت بعمليه الادخال الى الجدول هذه الاكواد، وهكذا ايضا في الميل، وايضا التعديل. لاحظ طبعا هنا في جدول الفود، لاحظ عندي قمت بعمل سيلكت للبيانات، تمام، واخر خيار اسمه اديت. لاحظ هنا اسم الصفحه دوت بي اتش بي اي دي، سيتم تخزين الاي دي حق البيان الذي قمت بالضغط عليه ويتم تخزينه في الاي دي، بعد ذلك يعمل لي عملية الأد كما هي في هذا الكود. طبعا تكلمنا أن أنتم تستطيعون متابعة يعني دروس الإضافة، الحذف، التعديل بكل تفصيل في في سلسلة دروس البي اتش بي الذي بأحطها في وصف الفيديو، تمام. طبعا أنا بأحط لكم رابط تحميل هذا الملف في أيضا الفيديو في الوصف. لاحظ معي الآن هنا يعني عمل عملية سلكت للبيانات بشرط أن الاي دي حق الفود يساوي الاي دي الذي عملت له جيت الذي أتى من الصفحة فود. بعد ذلك استرجعنا البيانات، مثلا هنا عندي البرايس إلى داخل الانبوت حق البرايس، الانبوت حق النيم استرجعنا إليها النيم، لاحظ هنا بداية كود بي اتش بي، هنا نهايته. طبعا السلسلة بتنفعكم كثير في فهم كيفية عمل هذه الأكواد من الصفر، قمت بشرحها من الصفر، تستطيع إذا طبقت السلسلة
الذي بحطها في وصف الفيديو أن تفهم هذه الأكواد جميعا الذي الآن أمامك. تمام، طبعا هذا حق المانج. تمام، سنأتي مع الأيام ونطور أو نطور هذا البروجكت، لأن هذا الفيديو أو البروجكت أو الملف الذي بحط لكم الرابط حقه هو خاص بالذي يريدون عمل مشاريع بسيطة، يعني فقط بـ HTML، يعني وسوم HTML. يعني سنضيف إن شاء الله تعالى في الفيديو التالي التصميم إلى هذا الكلام. طبعا الآن نأتي إلى الهوم، لاحظ معي إلى اختار نوع الوجبة الخاصة بك، الوجبة، مرحبا بك، اختار نوع الوجبة. الآن بعد اختار نوع الوجبة، اتصال قاعدة البيانات، select all from meal، استرجع لي ليش الذي في جدول الميل الذي هم غداء عشاء وجبات خفيفة. لاحظ معي، مرحبا بك، اختار نوع الوجبة، غداء عشاء وجبات خفيفة. أنا الآن أريد عند الضغط على غداء يظهر لي الأكلات التي فقط أنضافت إلى الميل غداء، وأيضا عند الضغط على عشاء يظهر لي الوجبات التي تم إضافتها من قبل الأدمن إلى العشاء. تمام، كيف؟ لاحظ معي الآن عندي هنا، لاحظ معي عندي إيه رابط. تمام، يظهر لي إيش الاتشرف food.php ID. طبعا في هذا الاي دي سيتم تخزين الاي دي حق الام حق الميل. مثلا هنا لاحظ معيها، شوف هنا باضغط عشاء، خلاص انتقل لي او خزنت في الاي دي هذا ايش الاي دي حق البيان عشاء. تمام، فعلى طول هذا ينتقل في المتغير اي دي الى هذه الصفحه فود. لاحظ فود ايش فيها من اكواد، هذه الفود طبعا ايش فيها على طول اي دي جيت اي دي. طبعا الاي دي هذا الذي استقبلته من صفحة الهوم، هذا الاي دي. تمام، فعندي الفود، طبعا لاحظ عندي الرجوع، حطيت رابط الهوم، عندي سلتي ماي باسكت. طبعا بنشرح ايش في هذا سلتي، لكن خلونا في البداية نشرح كيف تم عرض البيانات حق الفود مثلا الخاصة بالعشاء والغداء وكل واحد على حدة. select all start هنا from ايش food where id m، ال id m حق ايش، لاحظ في جدول الفود تكلمنا ان احنا عندنا اي دي ام مفتاح اجنبي من هذا الجدول ميل. لاحظ هذا 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 هو، عندما اقوم باضافة الفود هذا هو احدد. طبعا يحتفظ الاي دي من جدول ايش، من جدول الميل. طبعا اتي الى هنا اقول له select all from ايش food where الاي دي ام تساوي الاي دي هذا، اي ايش هو ايا هذا الذي قمت باستقباله من فين، من صفحة الهوم. تمام، الذي اتى الان اقول له عملية استرجاع لايش، للبيانات الذي في الجدول هذا فود، اكتب اسماء الحقول كما وضحنا في سلسلة دروس اساسيات البي اتش بي الذي حطيتها لكم في وصف الفيديو او في اول تعليق. تمام، طبعا عند إضافة شراء، لاحظ عندي ايش هذا الشراء هنا في هذا ايش بيحدث، اتشرف اد باسكت، عندي هنا صفحة اسمها اد باسكت دوت بي اتش بي، عندي الاي دي حق ليش حق الفود بينتقل في المتغير اي دي، ايضا عندي البرايس
هذا البرايس حق البيانات اللي اخترته بينتقل لي في متغير اسمه برايس. ايضا عندي ايش؟ عندي اي دي ام، الاي دي ام الاي دي ميل ساقوم بنقله عن طريق يعني او احطه في الاي دي ام، ومن ثم ينتقلين كلهن الى هذه الصفحه. لاحظ انا كيف قمت في البدايه بعمل الجيت، جيت للاي دي وجيت للاي دي ام جيت للبرايس. طبعا هنا بعد ان قمت بعمليه تسجيل الدخول، ساشرح لكم كيف تم تسجيل الدخول. طبعا هذا السيشن ستارت، ايش غرضه او ايش الهدف منه؟ لاحظ الان انت بعد ما قمت بانشاء او ادخال بيانات الى هذا الجدول الذي هو النيم، الفون، الادرس، الايميل، الباسبورد، بعد ان قمت بالادخال اليه، لاحظ عندي هنا في جدول اللوج ان عندي فورم. في هذا الفورم، طبعا الفورم اسم حقه اللوج، فيه تكست للباسبورد وللايميل، قمت باستقبالهن هنا. تمام، قمت بعملية استقبالهن، بعدها قلت له تحقق لي إذا من جدول اليوزر الإيميل والباسبورد يساوي ما أدخله المستخدم، استرجع لي البيانات هنا. إذا حصلت رقم للآي دي هذا، ادخل لي في هذا الإيش الإف، ادخل في الإف هذا، ادخل لي في هذا الإف. طبعا في هذا الإف قلت له ماي اس كيو ال اي فتش اري اس. طبعا الار هذا هو من اجل ان احفظ الاي دي حق اليوزر او المستخدم في السيشن، اكتب سيشن نيم. وهنا حطيت ايش؟ الرو او خزنت الاي دي حق المستخدم الذي سجل الدخول. بعد ذلك قل لها ايش؟ هيدر لوكيشن اندكس، انت قل لي الى اللوكيشن اندكس. طبعا احط في كل مكان اعمل فيه او استخدم فيه المتغير is set name هذا او النيم، احط في بداية الصفحة ايش؟ ستارت. لاحظ عندي هنا في صفحة الايش كنا نشرح، هنا تكلمنا الفود، تكلمنا بعد اد ايش باسكت، حطيت ايش سيشن ستارت، يعني ايش؟ ابدا الجلسه. طبعا للمتغير الذي للنيم، لاحظ بعدها قلت له از ست سيشن نيم، سيشن نيم حطيتها في متغير يوزر نيم هذا المتغير. طبعا اذا هو موجود تمام ماشي، رجع للمستخدم الى صفحه ال لوج ان لكي يقوم بتسجيل الدخول. لوج ان، تمام. طبعا بعد ان استقبلت الاي دي هات هنا، اتي عندي ايش؟ عندي فورم الكميه المطلوبه. لاحظ مثلا قداء لحم، سأقول له شراء الكمية المطلوبة، مثلا سأقول له 3 حبات إكمال عملية الشراء. لاحظ أول ما تحط إكمال عملية الشراء، طبعا النيم حقها أي اسمه أد، أنا حطيت له كود إز ست أد، تمام، نفذ لي ما بداخل هذا الكود. طبعا أنا قمت باستقبال متغيرات في بداية الكود هنا الذي هي، لاحظ معي ايش هذه المتغيرات، هذه هي المتغيرات، تمام، اول ما حطيتها. الان على طول عندي انتيك تساوي بوست انتيك، الانبوت هذا الذي ادخل فيه القيمة، تمام، سوف استقبله عن طريق البوست. باقي المتغيرات هي اتت لي من صفحة الفود عن طريق الجيت، سأخذها، تمام، هذه لانها هذه المتغيرات اخذها عن طريق ليش الجيت، واما هذا الذي سأخذه عن طريق البوست، تمام.
لأنه الكمية. بعد ذلك أحط التوتال برايس ضرب الانتيك، يعني السعر في الكمية، وأدخلها في حق التوتال هنا، لأنه سيكون عندي IDF. الاي دي حق الفود تمام الذي قام باختياره، سيكون عندي البرايس، سيكون انتيك، سيكون عندي توتال، وسيكون عندي اي دي يوزر. الاي دي يوزر لاحظ عندي هنا هذه اسماء الحقول فاليو ايش، الاي دي فود تمام سيقوم بادخاله، البرايس سيقوم بادخال البرايس الذي وصلني، الانتيك الكمية سيتم ادخال البوست هذا عدد الكمية، هنا التوت هذا هو المتغير الذي عملت فيه ضرب السعر في الانتيك، وهنا اليوزر نيم هذا عبارة عن ايش، لاحظ المتغير تم حفظ فيه الاي دي حق اليوزر الذي يستخدم الان او الذي قام بتسجيل الدخول. من اجل ايش؟ عندما تعمل عملية سيلكت يسترجع لك مثلا مجموعة طلبات الذي قام مثلا اليوزر نفسه بطلبها تمام. لاحظ الآن سأقول له إكمال عملية الشراء، لاحظ رجوع عشان مثلا سأقول له شراء، سأقول له مثلا 5 حبات، سأقول له إكمال عملية الشراء. لاحظ عندما أضغط سلتي أيش فيها؟ الوجبة، السعر، الكمية، وهذا الوقت. طبعا لو افتح بيوزر غير هذا اليوزر الذي الان انا فيه ما بيظهر لي الا فقط حق اليوزر الذي يستخدم الان هذا الموقع تمام. كيف هذا الكود تم؟ طبعا السلتي اسمه الملف ماي باسكت، طبعا الماي باسكت لو ناتي هذا هو ماي باسكت نشرحه، لو تلاحظ سيشن بدأت الجلسة الآن is set session name، يعني هل إذا المستخدم قام بتسجيل الدخول حط لي الـ ID حق اليوزر هذا في هذا المتغير، وإلا فاجعله ينتقل إلى صفحة اللوج إن، وإن لم فاجعله ينتقل لي إلى صفحة اللوج إن. طبعا هنا كود الاتصال بقاعدة البيانات، طبعا هنا قمت بعملية انكلود لهذا الملف تمام، قمت بعملية تضمين لاتصال بقاعدة البيانات لا غير في الانكلود هذا. بعد ذلك بودي دي اي ار اجعل القراءة من اليمين الى اليسار، بعد ذلك حطيت انه رجوع او سلتي، بعد ذلك قلت له تيبل الوجبة، السعر، الكمية، المجموع، الوقت. لاحظ عندي هنا عندي البرايس، لاحظ ما هو الشرط الذي على ضوئه يعرض لي مثلا اول ما اقول له سلتي فقط يعرض الاشياء التي قمت بعملية شراء لها او طلب او قمت بعملية طلبها، يقول لك استرجع لي جميع البيانات الذي في جدول باسكت او السلة بشرط ان الاي دي يوزر يساوي ايش، يساوي هذا المتغير الذي حفظه في الجلسة، يعني الاي دي حق المستخدم الذي قام بعملية تسجيل الدخول، من اجل يظهر لي الطلبات حق كل مستخدم على حدة، يظهر لي طلبات كل مستخدم على حدة. طبعا سنقوم في فيديو اخر بشرح او بعملية تطويرية لهذا الكود وتجميل الشكل يعني أشياء متقدمة شوية، لكن هذا الفيديو كان خاص للأشخاص الذين يعني لم يتعمقوا في البي اتش بي و اتش تي ام ال والمكاتب البوتستريب والجي كيوري، لكن هذا كمشروع أو بروجكت عادي جدا يعني بسيط الذي يحتاجه هذا هو الفيديو عندكم، و سأضع لكم الملفات أو رابط تنزيل الملفات هذه في الوصف الفيديو، وأيضا لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة القناة لتدعمونا ويعني تحفزونا على
المواصلة في تنزيل العديد من البروجكتات، ودمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.